فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدراعة يكون لها فرج، فقال: كان لخالد ابن معدان دراعة لها فرج أو فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله: فيكون لها فرج من خلفها؟ قال: ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال: إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. نعم، الدراعة هي الجبة، هي الجبة أو القباء الذي يلبسه الإنسان يستدفئ به ويكون من الصوف مثلا، وكان يكون فيه فروج من أمامه أو عن جانبيه من أجل التوسعة عند المشي وعند الجلوس. وهذا لا إشكال فيه، لأن هذا كان موجودا في لباس العرب، قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الإشكال عند الإمام أحمد: إذا كان لها شق من الخلف، فهذا يقول: لا أعرف فيه شيئا، يقول: لا أعرف فيه شيئا، توقف في ذلك. نعم. قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدراعة يكون لها فرج، فقال: كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع. وخالد بن معدان هذا من الأئمة المحدثين ومن الزهاد والأتقياء، كان ثقة. نعم. قال: أما ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال: إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال: هو يقول الإمام أحمد يقول: لم أسمع أن الدراعة يكون لها فروج من الخلف. نعم. لكن نظرا لأن هذا أوسع له، يعني كأنه يتسامح في ذلك، نظرا لأن فيه مصلحة، أن في ذلك مصلحة، ولم يثبت عنده ما يخالف هذا الشيء، فكأنه يتسامح في ذلك.